بنواصل لقائنا مع حضراتكم مشاهدينا، وبنجدد التحية لضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو، دكتور محمد عبد الحافظ، استشاري أمراض النساء والتوليد ومدير إدارة الرعاية الأساسية ببورسعيد. وهرجع لحضرتك للنقطة اللي احنا توقفنا عندها، أماكن تكون الأورام الليفية. وحضرتك قلت إنه اللي بيكون له علاقة بالنزيف هو الورم الموجود داخل بطانة الرحم، الرحم. بطانة الرحم. وحضرتك كنت بتكلمني عن باقي الأماكن. هو طبعا زي ما احنا قلنا اتفقنا ان هو بيبقى موجود يا اما على بطانة الرحم نفسها، او موجود داخل جدار الرحم نفسه، او خارج جدار الرحم من الخارج، او على المبيضين، تمام. وفي حالات نادرة بيبقى خارج الجهاز التناسلي زي ما احنا اتفقنا، ودي ما بيبقالهاش اي تأثير. يمكن انا عايز اتكلم على ان حضرتك قلت النسبة زادت، هي النسبة ما زادتش، هي كنا النسبة بنتكلم عن موجودة، لكن التشخيص هو تشخيص. اللي تقدم وتطور بحيث ان احنا بدأنا نكتشفه. يمكن تأخير اكتشاف بعض الاورام اللي فيها نتيجة انه بيعتمد على الاعراض. يعني هو العرض المهم جدا هو عرض النزيف. يعني حتى لو جت بنت صغيرة عندها 17 18 سنة وبتيجي تشتكي ان عندها نزيف، فبتعمل لها سونار وممكن نشوف اذا كان في اورام ليفية ولا موجود عندها. التشخيص الثاني بيتم لما الست بتبقى حامل والحمل يتأخر شوية، او بتحمل ويحصل لها اجهاض متكرر، فبنشوف بعد الكشف والاشعة والتشخيص بنلاقي ان هي ممكن يكون عندها اورام ليفية مؤثرة على الحمل، يا اما تأثيرها يا اما تمنع الحمل يا اما بتسبب الإجهاض المتكرر، ودي يعتبر برضو بالنسبة لها مشكلة كبيرة جدا. يعني يعني هو الأعراض بتاعته ما بتكونش واضحة يا دكتور؟ لا، الأعراض ما بتكونش واضحة، هو العرض الأخطر إن احنا الست دي تشتكي إن في حاجة، حاسة إن في جسم غريب في جسم في بطنها، أو بطنها بتكبر. يعني احنا شفنا حالات بنيجي نكشف البنت بطنها كبيرة جدا لدرجة الناس تفتكر إن هي حامل، وبنعرض الأشعة تطلع إن هي عندها ورم ليفي، ما فيش حاجة موجودة لدرجة ان هو جسم. كبر للدرجة دي، هو بيكبر سريع بيكبر، لا هو مش ال سريع النمو، لكن هو زي ما قلت لحضرتك بيعتمد على الهرمونات. يعني يمكن حضرتك هنا في الاصطلاح كنا بنتكلم على تكيس مبيض وارتباطها بالاورام نعم الليفيه. يعني لو في تكيس مبيض ممكن يبقى معاه اورام ليفيه. وعلى فكره احنا فرصة، يعني فرصة فرصه ظهوره إصابة اكتر، لان طبعا التكيس المبيض بيعتمد على الهرمونات. يعني الهرمونات بتبقى خلل في متغيره، الهرمونات. خلل في الهرمونات فبيأثر على طب التكوين. الخلل ده بيكون بزيادة الهرمون، زيادة الهرمونات ولا؟ لو الهرمون اللي هو الهرمون المسؤول عن الاورام اللي فيها هو هرمون الاستروجين، لو ست ما حصلش حمل، يعني الحمل الحاجه الوحيده اللي بتمنع تكون الامراض اللي فيها. ولذلك احنا يمكن بننصح ان الزواج، مش هنقول مبكر، الزواج في السن المعقوله هو اللي بيمنع ان هو يتكون الامراض اللي فيه اللي موجوده، لانه ورم غير ضار هو ورم حميد موجود. واحيان كتير جدا الحاجه الثالثه اللي احنا بنكتشف بيها الاورام اللي فيها ان احنا ممكن اثناء العمليه القيصريه ممكن نكتشف الست عندها اورام اللي فيها، ولكن الاورام اللي فيها موجوده خارج الرحم فما أثرتش فمش على مؤثر على الحمل، فالست الحمل. حملت وضعت كتير. وانا عندي يمكن حاله كانت من الحالات الغريبه جدا، واحنا بنعمل قيصريه لقينا عباره عن اكتر من 25 اورام ليفي صغيرين موجودين خارج عدد كبير الرحم، أوي، مش واحد مش يعني، واحد لا يعني، حول وما قوة كانتش إلا بتشتكي بالله. من اي حاجه خالص، ودورتها منتظمه وحصل حمل، ولدت يمكن مرتين ثلاثه بعد كده تاني. اللي انا عايز اقوله ان احنا بس بننصح نصيحه ان احنا لو في اي تغيير حصل البنت قبل الجواز او بعد الجواز مباشره، ان يا ريت تلجا لطبيب النساء والولاده، هيتعمل لها فحص عادي الاول، وبعد كده تعمل لها الكشف المبيض فوق الصوتيه اللي اصبحت موجوده دلوقتي في كل طيب، مكان في كل عياده. هنتكلم يعني عن طرق التشخيص والاكتشاف المبكر، ولكن معنا اتصال تليفوني من أستاذة إيمان من القاهرة. صباح الخير، صباح الفل، أهلا وسهلا، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزة أسأل الدكتور عن فيه إن انقطاع الدورة، وأنا عندي 32 سنة، بس الحمد لله جبت بيبي، وبعد سنتين انقطعت بقى الدورة خالص، ما جاتش. فحاولت إن أنا يعني أخلف تاني، ورحت لدكاترة كتير فما فيش فايدة، يعني قال لي ما فيش حاجة، وحللت وعملت إشعاعات وكل حاجة، قال لي لا ما فيش حاجة. أولا شكرا لسؤالك. الحقيقة بالنسبة لانقطاع الدورة بعد الولادة ممكن يكون له أسباب كتير جدا. يمكن السبب الأسوأ اللي احنا بندور عليه إن تكون الهرمونات بتاعتها عالية جدا. الغدة النخامية بتفرز هرمون عالي اللي هو هرمون الـ FSH المسؤول عن التبويض. ممكن يكون الهرمون ده لو عالي جدا معناه إن المبيض بدأ يحصل له حاجة اسمها شيخوخة مبكرة.
يعني في بعض السيدات ممكن الدورة تنقطع عند سن 30 35 سنة نتيجة الشغف المبكرة. لكن أنا كنت أتمنى بس أعرف تفاصيل الولادة، لأن ممكن في بعض الحالات يحصل نزيف بعد الولادة. لو حصل نزيف بعد الولادة بيأثر على كمية الدم اللي واصل للغدة النخامية اللي موجودة في المخ اللي بتفرز الهرمونات المسؤولة عن التبويض، فممكن توقف نشاطها نهائيا، فده يأثر على انقطاع الدورة بصفة مستمرة. برضو من حاجات ممكن يكون حصل التهابات او حاجة اثرت على المبايض الاثنين ما منعت الشغل بتاعتها اللي موجودة. نمرة ثلاثة، ان ممكن يكون هرمون البرولاكتين اللي هو المسؤول عن الرضاعة، اللي هو المسؤول عن في اضرار اللبن بالنسبة للمرأة، لو الهرمون ده ارتفع بنسبة كبيرة جدا ممكن يعمل انقطاع الدورة بصفة كبيرة جدا. لازم تعمل تحاليل وفحوصات هيبان السبب، انا اكيد هيبان السبب إن شاء ان شاء الله. الله. يعني يعني تبدأ بإيه؟ بالغدة النخامية وتبدأ بإيه؟ تبدأ لا، بالفاز تبدأ إيه؟ بتحليل الهرمونات الأول. تبدأ بتحليل الهرمونات الأول. معانا أستاذة نهلة من كفر الشيخ. ألو، أهلا، صباح الخير، ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي. يا دكتور، أنا الدورة بتجيني بس بتجيش بانتظام، وبجد لما بتيجي وكده تأخر عندي مثلا 10 أيام أو 20 يوم، تجيلي بطريقة فظيعة يعني، وبس المغص جامد. حضرتك متزوجة؟ لا انا انيسه، انت انسة. وساعات بيتغيب عندي بدل ما تقعد عندي 3 ايام زي الاول تقعد عندي 7 ايام، بس بيبقى بطريقه فظيعه بقى. طيب انا انصحك بس في البدايه الاول يا ريتك تعملي بس اشعه موجات فوق صوتيه، نطمن بس على حجم الرحم واذا كان فيه اي حاجه غريبه ولا لا، ولو طلع كويس نعمل بس تحليل هرمونات تاني يوم الدوره وهيبان السبب اللي موجود عندك، وده علاجك سهل ان شاء الله، مفيش مشكله يعني. ماشي يا دكتور، ألف سلامة. هرجع مع حضرتك تاني. كنا بنتكلم عن انه السيدات او الفتيات اللي بيصابوا بيكون عندهم تكيس موبايل بيكون عندهم فرصة للإصابة بالغدد بالأورام اللي فيه. الليفية. هل هناك علاقة بالوراثة؟ لا، هناك هو نسبة ما فيش وراثة في علاقة بالوراثة زي ما احنا اتفقنا ان هو بيعتمد على الهرمونات يعني كده في الاساس يعني كده، لكن لو في ورم سرطاني اقول لك ان هو ممكن يعتمد على الوراثة بنسبة كبيرة جدا، يعني الناس اللي عندهم في العيلة عرضة لحد اصابة بورم سرطاني ممكن. ولذلك احنا قلنا الاورام اللي فيها يعني في من النادر بعيدا ان هي تتحول لاورام سرطانية. يعني. أي سيدة يعني بعد الكشف تعرف ان عندها اورام ورم ليفي، ده ما يدعوش للقلق، إطلاقا. ولكن يعني يفضل ان هو يكون التشخيص مبكرا. معانا اتصال تليفوني اخر. مدام سارة بورسعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن اسأل الدكتور في حاجة؟ اتفضلي. انا والدة بقالي 8 شهور وباخد وسيلة منع الحمل اللي هي الحقنة الشهرية، فكنت عايزة بس الدكتور يوضح لي هل ليها أضرار، لأن أنا بسمع عليها يعني كلام إن هي ممكن تسبب عقم أو كده. شكرا لاتصالك. هو على فكرة احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر ان احنا كل الوسائل منع الحمل عندنا تثار حولها الشائعات الكثيرة يعني كده، وما شاء الله الشائعات عندنا بتنتشر اكثر من الحقائق يعني. لكن انا عايز اقول لحضرتك انك لو خدتي حقن منع الحمل تحت استشارة الطبيب المعالج بالنسبة لحضرتك فاكيد هو اختار لك الوسيلة المناسبة بالنسبة لك يعني. يمكن احنا الوسائل تنظيم الاسرة او منع الحمل اللي موجودة بتعتمد على حاجات كتير جدا. احنا عادة بعد الست الولادة بنستخدم حبوب اللي هي بتاعة الرضاعة اللي هي الحبوب قليلة الهرمون لمدة 6 شهور عشان بس ما تأثرش على كمية الرضاعة اللي موجودة. لكن انا بقول لحضرتك واطمنك ان كل وسائل منع الحمل ما بتأثرش على الرضاعة الطبيعية على الاطلاق الموجودة. لكن الحقن الشهرية ما فيش اي حاجة خالص تستدعي انك تلاقي الا اذا كان عندك حاجات تمنع انك تاخدي الحقنة الشهرية، يعني لو كان الضغط بتاعك عالي، لو كان عندك سكر، لو كان في قصة عند في العيلة ان في اورام سرطانية موجودة قبل كده، الوالدة او الخالة او الجدة اللي كان موجودة، يستحسن ان احنا ما نستخدمش حقن منع الحمل، نستخدم وسيلة تانية اللولب ممكن نستخدمه. يعني الوسائل الهرمونية بتبقى مرتبطة ببعض الاشياء زي السكر، الضغط، الاورام السرطانية اللي موجودة، لان الحقن منع الحمل او الوسائل الهرمونية تؤدي إلى حدوث الأورام السرطانية في الناس اللي عندهم عرضة لا للأورام السرطانية فقط. طيب، معنا مدام فاطمة من بورسعيد. السلام مدام عليكم. فاطمة، عليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. أنا ممكن أتكلم الدكتور؟ اتفضل. حضرتك اتفضلي، بس اسمعيني أيوة من التليفون ممكن. بعد إذنك ووطي التلفزيون. وقت التلفزيون. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، اتفضلي. وقت التلفزيون.
ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، اتفضلي. انا مدام فاطمه من بورسعيد، عندي مشكله في الدوره الشهريه. انا عندي 49 سنه وعندي طفل عنده كانسر بقاله 12 سنه، فانا شلت لولو عشان عمره وكده واخدت برشام. فحاليا الشهر ده الدوره قعدت عليا من قبل العيد، من قبل العشرة ذو الحجه لحقت الايام دي، فمش عارفه اعمل ايه. بتيجي يعني نقط كتير، او في اوقات بتكتر عليا، بحس ان الرحم فيه تقل كده. طيب مدام فاطمة، هو بس الحكاية كلها ان حضرتك ممكن تاخد حبوب على الحمل يعني شهرين متتاليين، يعني ما لا، خدتوش شهر. انا اخدتها فترة طويلة، انا ما انا بقول لحضرتك، انا فالمشكلة اللي انا عندي عيل عنده كانسر. ايوه، انت خدتي فترة الحبوب فترة طويلة جدا، فده اثر على بطانة الرحم اللي موجودة عندك، خلى بطانة الرحم تبقى سميكة، فلما بيحصل الدورة تجيلك بعد ما تبطلي البرشام ده بتنزل على لا، هيئة ناط. ده هي جتني من زمان، يعني اول مره تحتمل الموضوع ده، وعندي تقل في الرحم، يعني حتى الرحم تقيل كده. ايوه، انا قلت لحضرتك ان انت خدت الحبوب فتره طويله جدا، يعني وصلت الحبوب ببعضها فزودت كميه الهرمونات اللي واصله لجسمك، فده عمل سماكه في بطانه الرحم اللي موجوده، فبيخلي الدوره بتاعتك تفضل فتره طويله. يا ريت بس لو حضرتك بس تعملي اشعه موجات فوق صوتيه سونار يعني كده، نطمن ان مفيش حاجات تانية موجوده باذن الله، والعلاج البسيط يعني باذن الله ممكن تاخدي راس هتنظم لك الدوره وترجعها لك لطبيعتها مره تانية ان شاء الله. ألف سلام. هرجع مع حضرتك لطرق التشخيص، وحضرتك قلت إن دي من أهم الحاجات اللي المفروض نركز عليها، لأنه فرصة التخلص أو علاج الورم مبكرا بتكون أفضل. طبعا كل ما يتم تشخيص الورم الليفي مبكرا بأحجام صغيرة هتبقى العلاج هيبقى أسرع ونتيجته أحسن كتير جدا. يعني احنا التشخيص في الأساس كان بيعتمد على الكشف النسا العادي اللي موجود، ففي بعض الأورام ما كناش بنحسها أثناء الكشف، لأن ممكن لما بنكشف بنحس إن حجم الرحم كبير شوية أو متغير شوية، مع الوضع في الاعتبار العرض اللي اشتكت منه المريضة وهو النزيف أو إن هي اتأخرت في الحمل شوية. لكن في وجود الأشعة الموجات فوق الصوتية اللي منتشرة دلوقتي، سواء كانت بالدوبلر أو ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد اللي موجودة في الوقت الحالي، أصبح التشخيص في منتهى السهولة جدا، وأصبح العلاج في منتهى السهولة لو احنا شخصنا بدري. يعني كده العلاج بالنسبة للأورام اللي فيها بيعتمد على 3 محاور بالنسبة للشغل بتاعه: مكان الورم الليفي، حجم الورم الليفي، وتأثيره على الست. يعني ال3 حاجات دول احنا بنشتغل عليهم يعني كده. هل الست عايزة تتعالج عشان تبقى حامل، ولا تتعالج عشان توقف النزيف، ولا تتعالج عشان صحتها؟ الحاجات دي كلها مهمة جدا، لابد ان الدكتور يعني مش يقيمها حل وحيد هو الجراحة. اطلاقا. الجراحة كانت الحل التقليدي القديم، دلوقتي الحلول بقت كتيرة جدا والحلول سهلة جدا. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا من زرر الرحمي اللي من داخل من تحت من دون فتح بطن من دون اي حاجة خالص، ممكن نعالج الاورام اللي فيها اللي بتبقى على بطانة الرحم او داخل جدار الرحم في حدود حجم الورم اللي فيه ما يزيدش عن 5 سنتي، في الحدود ده دي. يستدعي والعملية اكتشاف بتتم مبكر. في العيادة الخارجية عادي، يعني مش محتاجة حتى يعني مجرد مهدئ بسيط أو مخدر بسيط، بتاخده الست وتروح تمارس حياتها بصورة طبيعية جدا وبتشفى من المرض تماما، وممكن تبقى حامل يعني، ممكن تحمل لو كانت، أو توقف النزيف لو كان عندها نزيف يعني. تمام. طيب نعرف أنواع العلاج الأخرى لو كنا اه طبعا بنتكلم، في علاجات تانية هل هناك كتيرة. يعني علاج احنا دوائي؟ يعني احنا دلوقتي برضو زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنعتمد على المكان والحجم. إذا كان الحجم كبير قوي في بعض الحالات احنا ممكن ندي حقن معينة لمدة 6 شهور، الحقن دي بتقلل حجم الورم الليفي، وفي نفس الوقت ممكن نتدخل عن طريق المنظار في البطن النساء ويتشال الورم الليفي اللي موجود، وبقى العملية سهلة جدا ومتاحة بالنسبة لجميع الأطباء الحمد لله، في ناس مدربين كتير عليها، بيشال الورم الليفي والست تعود مرة أخرى في نفس اليوم تروح البيت وتمارس حياتها تاني يوم بصورة طبيعية جدا. حتى لو المرض كبير دلوقتي في جزء بنفرمه او بنفرم الورم الليفي ونطلعه قطع صغيره من فتحه المنظار، وتبقى عباره عن 3 فتحات زي ما انت عارف حضرتك، يعني فتحه صغيره تحت الصوره وفتحتين من الجنب، بيشال الورم الليفي وتعود لممارسه حياتها طبيعيه جدا. ده نوع من انواع العلاج، متبقاش محتاجة أي حاجة ولا تانية، حاجه خالص، درنقة، أي ولا حاجة اي حاجه مع خالص، طبقات البطن. ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه. لا، هو انا اقول لحضرتك انا يعني الحمد لله، يعني التدريب الاطباء المهره اللي عندهم، انا بس نفسي حاجه يمكن رساله بوجهها للاطباء زملائي.